لا يخفى على أحد خطورة الأمراض السرطانية وحاجة المصابين بها إلى العناية والرعاية وتوفير الأدوية والعلاجات الخاصة، وهذا ما يفتقر إليه مركز الأورام السرطانية في مستشفى صلاح الدين العام، حيث أكد ذلك المصابون الراقدون في هذا المركز ومرافقوهم. علاجات ما متوفرة، نشتريها من برا، واللي ما عنده أذية عليه، يعني اكو ناس ما عندها يتأذى، مثلا المفراس، الرنين، ها كله برا، كله بفلوس. ويعني انا اقول لك اللي يصير بالسرطان ينهجم بيته، يبيع بيته بسيارته، وانا الله وكيل سيارته بعتها، شكو شي جامعه بعتها. يعني هذا المركز لا بي مصعد، لا بي ادويه، كله نشتريها من برا، الماء عنده منين يجيب؟ وهذا الامراض هي المفروض حق الدوله تساعدهم، تنطيهم فشي. يعاني من صعود الدرج هذا الموجود، يعني انه درج مو لا طابق ارضي هو، ولا ممهد الى مثلا صعود، يفترض حتى وجود مصاعد، يعني مصعد اقل ما يكون، انه يكون مصعد او درج عريض سهل لنقل المرضى. استقبال مركز الأورام السرطانية في تكريت قرابة 20 حالة يوميا، وتزايد العدد سبب عدم احتواء المحافظة غير هذا المركز، زاد من حاجته إلى الدعم كما أكد الكادر الطبي فيه، والذي طالب الوزارة بتوفير كادر متخصص وأجهزة طبية تساعد المرضى وتسرع في تشخيص المرض وعلاجه. الحقيقة المركز يفتقر أولا إلى كادر، يعني الحقيقة الأخصائي الوحيد حاليا موجود في المحافظة، يفتقر إلى بناية خاصة به، يفتقر إلى جهاز المعالج الخطي وهو العلاج الأشعة العميقة لعلاج الأورام السرطانية، يفتقر لبعض العلاجات باهظة الثمن، هي العلاجات البيولوجية، خصوصا بعد افتتاحنا المركز وتوافد عدد من المرضى الذين كانوا يتعالجون في كردستان أو في بغداد أو في باقي المحافظات. مركز أورام صلاح الدين في تكريت بمستشفى صلاح الدين العام نستقبل يوميا من 20 إلى 40 مريض، نوفر لهم العلاجات الكيميائية والبيولوجية، لكن نعاني بنقص بهذه العلاجات، أنه نتمنى من الدولة توفرها، لكون أنه غالية، أسعارها جدا غالية، وبعضها أصلا ما متوفرة بالمحافظة، يضطرون المرضى يجيبوها من محافظات ثانية. على الرغم من أهمية وحساسية هذا القسم ومراجعيه، ما زال يفتقر إلى أبسط مقوماته التي من شأنها تخفف شدة وخطورة معاناة المصابين بالأورام السرطانية. من صلاح الدين فراس الحسن، التغيير.